مساكم الله بالخير مشاهدينا وين ما كنتوا، أكيد أنتم متشوقين وايد ومنتظرين فقرتنا الأسبوعية ستايل أوف ستارز، الفقرة هذه اللي عودتكم دائما على أهم النجوم والمشاهير وكل الفنانين اللي أنتم تحبونهم. معانا اليوم في بروفايل فنان، فنانة ما يختلف على حبها اثنين، مثل ما عودناكم نجيب لكم أفضل الفنانين على الساحة. خليكم معانا في فقرة بروفايل نشوف منو معانا. الفنانة أحلام، وباختصار منو ما يحب أحلام؟ أحلام شدت المتابعين والمعجبين والجمهور بتنوعها في اللوكات وفي الطلات. أحلام من بدايتها كانت شيء مختلف تماما، مع حبها الشديد للموضة واهتمامها بأدق تفاصيل ظهورها الإعلامي والفني. نشوف أول فيديو كليبين لها ظهروا، ويمكن تلاحظون ستايلها شلون كان تقريبا شعبي وتقليدي، لأن الفنانة أحلام في بداياتها بدت كفنانة شعبية، فكانت إطلالاتها دائما معتمدة على البساطة والستايل التقليدي الخليجي. لكن بعد هالفترة هذه قامت تنوع في لوكاتها، سواء في الشعر، في المكياج، في الملابس، ودائما دائما دائما تواكب الموضة. أحلام من الناس اللي وايد تهتم بالموضة، فتلاحظون بين كليب وكليب، بين فترة وفترة، بين سنة وسنة تختلف لوكات الشعر والمكياج والملابس. أحلام هني اعتمدت اللوك السموكي، أيامها كانت الهبة الحواجب الضعيفة مع الستايل المكياج السموكي. طبعا أحلام تميزت في حبها للماركات وللبراندات العالمية، وتعاونت مؤخرا مع مجموعة كبيرة من المصممين على مستوى العالم. هني كان لوك الشعر الكيرلي، بعد كانت هبة المكياج السموكي بدرجات النود. تلاحظون ان أحلام تتغير ما بين كلب وكلب. هذا الكلب وايد حبيته، كان ايامها هبه الافريكان ستايل في الاكسسوارات والملابس والشالات والالوان وحتى الشعر، ويمكن الحين الفتره الاخيره ردت لنا موضه الافريكان ستايل بالجدايل او بالعشايف. الاساور هني والاكسسوارات الاوفر كانت وايد حلوه وخدمت الكلب بشكل كبير. هني هم نفس الشيء، نشوف المكياج ودرجات الألوان الوردي والشيفون المشير أكيد كان بوقتها موضة وهبة. ننتقل للفترة اللي بعد هالفترة اللي هي يمكن ما كانت الفترة الأخيرة. هني أحلام بعد كانت حاطة يمكن الشادو اللي أيامها كنا نعتمد على الشادو الملون البنفسجي، الوردي، الأزرق كان وايد موضة، والأخضر بعد كان موضة. تلاحظون ان أحلام بكل كليب تظهر لنا بتسريحة مختلفة وستايل مختلف. هني كانت الأغنية شوية شبابية، فاحتاجت ان هي يكون ستايلها او لوكها شبابي اكثر. سوى الضجة هذه الأغنية عموما، مو بس كأغنية، كشكل بعد. أحلام فتحت شعرها ولجأت للون الأشقر الغامج الحلو. طبعا أحلام كل اللوكات عليها حلوة، لان هي جريئة ودائما تحب تظهر في لوك ملفت للنظر. أنا حبيت الشعر هني، وحبيت الملابس، وحبيت حتى المكياج. هني أيامها يمكن قبل كم سنة تذكرون بنات كانت هبة الهامة، هبينا في الملابس الهندية، في الستايل الساري، في الأقمشة اللي فيها شك والإكسسوارات الهندية، ويمكن قبل كم سنة بس تغير هذا الستايل أو تغيرت الموضة. المرحلة الحالية اللي هي المرحلة الأيام أو السنوات الأخيرة فعلا أبهرتنا أحلام في طلاتها، وطبعا هذا الفضل يرجع لي رشاقتها اللي شهدناها مؤخرا. صراحة يعني الضعف عليها صقرها وايد بالعمر. أحلام ذكية وايد في تسريحة شعرها بالفترة الحالية، لأن هي تحاول بالشعر الناعم المنسدل أن هي تغطي ضخامة الذقن عندها، هذا شيء يعطيها شكل أنعم أكيد. لكن هني بالفوتوشوت نلاحظ أن هي غيرت بعد بستايل الشعر، ومو غلط أن الواحد يغير، لكن دائما تلاحظون بحفلاتها أن هي تفل شعرها، لأن باللوك الطبيعي
دائما الشعر اللي المنسدل على الوي احلى، يخفي اي عيوب ممكن تكون بالوي الواحد يشوفها على الطبيعه. احلام قاعد تلبس على فكره على اخر موضه، سواء الفستان الجلد اللي قبل شوي كانوا حاطينه، او هذا ستايل الكاروهات مع الجاكيت الطويل اللوز اللي قلت لكم بالحلقه اللي قبلها انه كان وايد فاشن وايد ترند. في فقرة زوم على النجوم، ما يصير يمر علينا مهرجان الجونة السينمائي اللي كان بالقاهرة مؤخرا، ومن غير ما نرصد أو نسوي زوم وفوكس على إطلالات الفنانات اللي كانوا موجودين. المعروف أن هذا المهرجان على السوشيال ميديا وايد تعرض للانتقادات بسبب الإطلالات السيئة لمعظم الفنانات اللي كانوا متواجدين هناك، لكن احنا خذينا لكم مختصر من طلت كذا فنانة ونبي نعرضها لكم مع التفصيل، ليش اللوكات كانت ناجحة أو غير ناجحة. الحين اليوم ما عندنا مقارنة بين لوك ناجح أو مناجح، هني عندنا ياسمين صبري نبي نتكلم التفاصيل، شنو أحلى شيء وشنو أسوأ شيء كانت ظهرت فيه هي أو غيرها من الفنانات. عندكم اللون هذا لون حلو، يعتبر اللون الأخضر ومناسبها، مكياجها كان حلو، تسريحتها حلوة، جسمها ورشاقتها يساعد أن هي تلبس أي موديل هي تبي أو أي خام هي تبي، لكن طريقة الزم على الفستان هذا ما كانت موفقة لأن أخفت جمال جسمها وعطتها ضخامة أكثر، بالإضافة إلى أن الموديل مع الشك هذا مع قماش الفستان كان أولد فاشن يعتبر، فما كانت موفقة في اللوك أبدا بشكل عام. هني منى زكي لأن ستايلها ناعم وطفولي فيليق فيها الألوان الفاتحة مثل اللون الوردي أو اللون الأبيض. الريش اللي كان على الصدر هذا وايد ترند، لكن أسوأ ما في الفستان إن هي بالغت في التتش مال الريش وكان فوق وتحت بالذيل فطلع بشكل أوفر. أما التسريحة كانت مناسبة ولون الفستان يعتبر موفق ولايق لها بالنهاية. هذا اللوك أنا وايد حبيته، لوك وايد بسيط إليجنت، تنورة فوشيا وحاطة معاها لأنها ما تحتمل زيادة بهرجة فحطت معاها قميص أبيض أنيق. الغلط في لوكها في التنورة مع القميص الأبيض أنه هو الستايل كان مودرن وحطت معه اكسسوار شوي غجري، وهذا كان ما كان متناسق مع اللبس اللي هي لابسته. ننتقل لفنانة ثانية من معانا، عندنا فنانة هد صبري، حضرت لكم صورتها. هني كان لوك ما أقدر أقول إنه واو، بس مو غلط، مناسب لجسمها، يمكن كانت عندها هدف هي مع مجموعة من الفنانات لما لبسوا في الختام لوك البدلة الرجالية، لكن هي بذكائها أضافت له المجوهرات علشان تكسر حدة اللوك الرجالي. هذا الفستان بعد ما نقدر نقول عنه غلط، يعتبر ستاندر ويعتبر عادي ومناسب لها لعمرها ولجسمها. بعد تسريحة الشعر كانت موفقة مع المكياج. إلهام شاهين لبست فستان وايد لايق لها ومناسب لعمرها، محتشم بسيط، وايد يعني حسسني انه هو للطبقة الارستقراطية، مثل ما يلبسون الأجانب والأميرات في مثل هالإيفنتات، شيء بسيط وناعم وهادي. ليلى علوي ظهرت في اللوك هذا اللي انتم قاعد تشوفونه، وكانت لابسه من ماركه عالميه معروفه، وفستانها بشكل عام كان ما في غلط، وايد مناسب لعمرها، محتشم راقي، اللون موفق، لكن ما حبيته مع لون الشعر. دائما الفستان لما يكون لونه شاجع ما يلوق مع لون شعر شاجع، خصوصا ان هي لامه الشعر وكان مفروض ان هي تتركه، كان معطيها شكل افضل. ننتقل معاكم لفقره هبات اللي كلكم تنتظرونها، خليكم معنا.
مع فقرة هبات اليوم نبي نتكلم عن شيء شوية حساس ويمكن يزعل البعض، لكن احنا هدفنا التوعية بالنهاية. دائما اقول لكم ان احنا ما نلحق الموضة وما نلحق الهبات على حساب صحتنا، ولا نقدم الجمال على الصحة، فيمكن ناس وايد راح يزعلون، لكن كلام الصج لازم يقال. فقر يعني احنا الفترة الأخيرة يمكن او السنوات الأخيرة شفنا تسويق مبالغ فيه العيادات والدكاترة التجميل بخصوص الفيلر، وايد فنانات ومشاهير بالسوشيال ميديا روجوا لهالشيء وخلوه معتاد للعين المجردة، وبالغوا وايد في النفخ والتفخ، ما أدري شو يسمونه. فالفيلر خل أقول لكم شنو قصتها من البداية. هذه المادة اكتشفوها أو إن استخدموها لشد الوي مبدئيا وإضفاء النظارة بإخفاء التجاعيد البسيطة اللي بسبب العمر يمكن تصير للمرأة، فبدال لا يلجؤون عوضا عن الجراحات التجميلية اللي هي جراحات الشد، يمكن هذا الإجراء يكون أبسط لما يكون الفيلر متوزع على الوي كله ومن بعدها يخفي التجاعيد الصغيرة. الفيلر من مهامه أو من وظائفه أنه هو ينحط أو يتعبى للندبات والأماكن الغايرة في الوي أو يساوي جنبين الوي. إحنا المعروف أن الإنسان الطبيعي الجنبين الوي ما مو متساوين عنده، فدائما يلجؤون للفيلر عشان يعادلون الجنبين في الوي، سواء انه يحقنونه تحت العين بالانف لتجاعيد الشفايف، احيانا يكون الانف فيه عوجاج بسيط ممكن نحن نعالجه بالفيلر. لكن ناس وايد الحين هذا يشوفوا تجربه بالفيلر ان هم يعني اخفوا الهالات او الظل الاسود بسبب الحفره اللي كانت تحت العين. هم هني مثل ما قلت لكم اعوجاج الانف ممكن انه يتعالج بالفيلر ويعوض عن الجراحات التجميليه، لكن الاستخدام الخاطئ عندنا لهالماده هذه دخلت ناس وايد في متاهات لمن يجون يشيلونه او يزيلونه، سواء كان ماده مؤقته او ماده دائمه. شوفوا المبالغه في التضخيم الشفايف وتضخيم الخدود وتضخيم منطقه الذقن اللي يعني كثير ناس ما يكون مناسبهم ولا لايق عليهم، لكن الناس اقتدوا بالمشاهير مثل ما تشوفون الصور. طبعا ما نقدر نحط لكم مشاهير اللي بالخليج عندنا علشان ما يزعلون، لكن اكيد انتم تعرفون الاسامي اللي سوت مثل هالاجراءات هذه الغلط وبالغت فيها. يمكن تشوفون المبالغه شلون بنفخ الخدود ونفخ الذقن ونفخ الشفايف اللي ما عطت ابدا شكل اجمل من ما كانت عليه قبل. الأجانب لما استخدموا هالإجراء هذا ما بين عليهم لأن كانوا يستخدمونه بذكاء، فمهما يسوون ويستخدمون الفيلر يكون شكله دائما ناتشرال وطبيعي، وهذا اللي احنا نسعى له. يمكن انتم ما تعرفون، بس بقول لكم من باب الموعظة، كان في فنانة عندنا لبنانية ما بي أقول اسمها، كانت من أوائل الناس اللي احقنوا مادة الفيلر، فلما حاشتها مضاعفات من بعد الفيلر وصار معاها التهابات وضايقت من هالمادة، راحت حاولت ان هي تزيلها واكتشفت ان هي مادة دائمة، فطارت على طول لفرنسا وراحت لدكتور تجميل. قام الدكتور واضطر انه هو يستأصل عندها الشفايف عشان يتخلص من المادة ويرجع يزرعها مرة ثانية. فنبي نعطيكم بس نبذة عن القصص المحزنة اللي ممكن تصير من بعد إزالة الفيلر، سواء كان مادة دائمة أو مادة مؤقتة. مستحيل الوي يرجع طبيعي مثل ما كان إلا ما يكون في آلام وكدمات مؤقتة، ولا يكون جنب استجاب أكثر من جنب، ولأن المادة هذه تنحقن بشكل مبالغ فيه وتثقل على البشرة ممكن إن هي تسبب ترهل، واللي يخليكم تحتاجون يمكن لعمليات أو جراحات شد وتصير الحالة أسوأ. مع فقرة الهبات نختم معاكم حلقتنا لليوم، على أمل نشوفكم الأسبوع الجاي، انتظرونا.